مقدمة وأتصور، يعني أنا كنت بحاول أجد وصف وما أعتقدش هلاقي وصف أدق من هذه النقطة، إن هما شهادتين في نفس الوقت، وهو اتس ميكس باج زي ما بيقولوا. والسبب الرئيسي في دوت إن زي ما قلنا قبل كده الفيدرالي الأمريكي أو الاقتصاد الأمريكي بيتعامل مع أكتر فترة في يمكن في تاريخ السياسات النقدية الأمريكية فيها عدم يقين من اتجاه التضخم. قلنا قبل كده كتير ان التضخم في ال5 سنوات الاخيره له يعني اسباب مختلفه كثيره، وان على الفدرالي ان يدرك هذا، بمعنى ان الاساليب الطبيعيه في محاربه التضخم الذي نتج عن اشياء عده، يعني ليس المجال الان ان احنا نقعد نتكلم فيها، هيكون ليس فقط برفع اسعار الفائده وان كانت هي السلاح الاقوى. ولذلك هنجد ان الفدرالي الامريكي اخر سنه هي اطول فتره في تاريخ الفدرالي الامريكي ان هو يعلن على اقتراب البيفت، او يقول يعني احنا خلاص هنبتدي نقلل اسعار الفائده من الاجتماع القادم، ولا يحدث هذا ويستمر هذا الامر قرابة العام، ودي أطول فترة في آخر 50 سنة في تاريخ الفيدرالي الأمريكي. وهو بالتالي ظهرت شهادة جيروم باول لتحديدا تقول هذا الأمر، وهو أن جميع المؤشرات بتشير إلى هدوء التضخم، سواء الكور انفليشن أو سوق العمل، ولكن لا زال في بعض المؤشرات اللي بتشير إلى أن التضخم لم ينتهي تماما ولم يصل إلى 2%، وهي السيف زون بتاعت الاقتصاد الأمريكي. ولذلك رغم أن جميع النهاردة الأسواق المالية وأسواق المشتقات بدأت تتجه اللي هي تقول أن احنا النهاردة داخلين على بيفت، أو أن احنا هنبتدي نقلل أسعار الفايدة من سبتمبر، إلى أن هذه الأرقام كان أو عفوا هذه المؤشرات قد يتم إرجاءها، بل وأتوقع أن يتم إرجاءها إلى بداية ديسمبر، لأن برضو مؤشرات سوق العمل في أمريكا قوية، وهنعرف من الأرقام بتاعت الشركات أرباح الشركات اللي هتصدر في هذا الربع. بالتالي سيد وائل، حضرتك تتوقع خفض واحد فقط لأسعار الفائدة وليس في سبتمبر، في ديسمبر، صحيح؟ أتوقع لو حدث في سبتمبر لن يزيد عن 0.5%، ولو تم إرجاؤه لديسمبر قد يرتفع إلى 1%. مظبوط. طيب، دعنا نتحول بالحديث قليلا إلى بنك إنجلترا. يعني يوم أمس كنا تابعنا تصريحات من يعني إحدى الاقتصاديين أو كبير الاقتصاديين في بنك أوف إنجلند، كان أشار إلى أنه خفض الفائدة المقبل هو يعني هو بالتحديد استخدم عبارة open question. بالتالي كذلك كنا تابعنا مؤخرا بيانات النمو الاقتصادي، وكان نما فيها الاقتصاد بوقع حوالي 0.4% مقابل توقعات كان بأن ينمو بواقع 0.2%، بالطبع بيانات شهر مايو. بالتالي هل توافق البنك اوف انجلند بانه ما يقوم بتخفيض اسعار الفائده في الاجتماع المقبل؟ الحقيقه انجلترا ظروفها، وتملي بقول على اوروبا او القاره العجوز، ظروفها مختلفه الى شكل كبير، واسباب الكور انفليشن عندهم والماني سبلاي مختلفه الى شكل كبير جدا عن ما يحدث في أمريكا. ولكن ما حدث في أوروبا في الفترة الأخيرة ووصول معدل النمو الاقتصادي إلى هذا الحجم المتدني هيضع ضغط سياسي لا شك، وأيضا هيوفر بعض الذخيرة للبنك المركزي، إن هو بالرغم من عدم وصول التضخم للمستويات المستهدفة إلى أن هم يبدأوا في دورة التسيير أو خفض أسعار الفائدة، وبالتالي أتوقع نعم خفض أسعار الفائدة في الاجتماع القادم. طيب سيد وائل، يعني كذلك بالطبع نتابع الباوند ستيرلينج أو الجنيه الاسترليني، هو يقف عند أعلى مستوياته في حوالي 4 أشهر، وحتى يعني إذا ما نظرنا إلى هذه العملة هي العملة الوحيدة التي تتفوق على الدولار من حيث الأداء منذ مطلع هذا العام، في ظل أنه البنك أوف إنجلند تارك open question بشأن خفض الفائدة، هل نتوقع هذا الزخم أو أن يستمر هذا الزخم الإيجابي على الباوند؟
تمام، خلي بال حضرتك من حاجة، إن أسعار العملات لا تحدد فقط بقوة العملة عملة الدولة، ولكن قد أيضا تحدد بضعف عملات أخرى. الأخرى. في النهارده جزء سياسي كبير جدا يحدث في أوروبا بيؤثر على أسعار العملات، وهو الانتخابات الحالية وصعود اليمين بشكل كبير، الذي أثار بعض التخوفات والتساؤلات على مصير السياسات الاقتصادية وكيف سيؤثر هذا. وبالتالي يعني ما رأيناه في انتخابات فرنسا وفي ألمانيا وخلافه أثر بشكل كبير على اليورو، وهو في تصوري الأكثر هو السبب الرئيسي في ارتفاع الجنيه الاسترليني، بالإضافة إلى أشياء أخرى. أتصور النهاردة هذا الوضع يعني ليس وضع دائم، وأتصور في خلال العام يعني سوف تتقلص، أو يعني أقل من عام، فخلال 6 شهور سوف تتقلص هذه الفوارق بشكل كبير، ولكن طبعا بعد أن تهدأ ساحة الانتخابات الأوروبية.